اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه فقره الفار مع الكابتن محمد فاروق والكابتن ناصر عباس. ومفاجات مدويه اطلقها الكابتن محمد فاروق في تصريحاته في مساله الظهور الاعلامي للحكام، بس دي جزئيه مهمه جدا هتكلم عليها، لكن عايز اروح لجزئيه تانية. معنى ان رئيس لجنه الحكام الاجنبي بيريرا البرتغالي لم تتوفر له اي امكانيات رغم ان الميزانيه فيها فائض مالي وفي ارقام ماليه جيده في اتحاد الكوره، اذا كان هناك اتجاه لعدم نجاح هذه التجربه في الفتره الاخيره. ودي عناوين مهمه جدا، ليه احنا بنركز عليها وبنجيب التفاصيل من الناس اللي كانت موجوده جوه المطبخ عشان نعرف وتبقى الرؤيه بالنسبه لنا اوسع واشمل لما نعرف المنظومه دي كانت كيف تدار من راس الاداره من خلال مجلس اداره اتحاد الكوره. كابتن فاروق، لو هسالك على فكره الظهور الاعلامي للحكام، لما جيت تعين حكام مباراه النهائي الامر بالنسبه لك كان سهل ولا كان صعب؟ انا كنت عايز ترجع اتنين مصر. انا قعدت اربع ساعات في الاوضه بختار الطقم، اقسم بالله اربع ساعات بختار الحكم والمساعد الاول والمساعد الثاني والحكم الرابع والفار والايفار، بدليل لما نزلت الساعه 10 ونص او 11، يعني بدانا ندي هناك التصريح بالحكام كانت الساعه 10 بالليل. طب ليه قعدت اربع ساعات بتختار ليه؟ لان انا كنت حريص اولا في الاول وفي الاخر على نجاح البطوله. لان نجاح البطوله هي مش نجاح للتحكيم، نجاح للبلد. فكنت بتقر، عايز اقول لك على حاجه يمكن غريبه جدا، انا بعد ما اخترت الطقم انا قمت عملت ركعتين استخاره. بعد ما اخترت الطقم قمت عملت ركعتين استخاره، بس خير ربنا اللي ربنا يكرمنا بالطقم اللي احنا اخترناه ده، لا لينا مصلحه في حاجه ولا لينا اي مشكله خالص. قلقك عشان ايه؟ قلقي ان انا ما اظلمش حد في المباراه، قلقي ان انا يظهر التحكيم بصوره كويسه جدا، قلقي ان انا كانت في موضوع الحكام ظهرت والكلام ده كله، فانا عاوز في الاخر الختام لو مش كويس هيفجر حاجات كتير جدا. فالختام الكويس بنجاح البطوله، وانت شفت البطوله نجحت نجاح كبير جدا، والطقم بتاع النهائي بالذات عمل مباراه كبيره جدا، فده كان قلقني جوايا. انا ما عرفتش انام لغايه الصبح، لغايه ما ربنا كرمنا وبعد يعني توافقت ان انا احط الطقم ده، وخدت راي المسؤول اللي معايا وقلت له، وقعدت مع الحكام واتكلمت معاهم، كان في نوع من الحب بيننا وبين بعض. طيب كان في اسره واحده. اكيد. طب جزء من ظهور محمود عاشور كايفار في الماتش النهائي كان سبب الظهور الاعلامي؟ لا 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 خالص خالص. انا كان ليا وجهه نظر، كابتن عاشور اسم كبير وخبره كبيره يكون موجود مع محمد معروف، لان محمد برضو لا يقل عن امين عمر. محمد كان مرشح بقوه يلعب الماتش النهائي، كان برضو عندي اللي انا وجوده في الفار ثقه كبيره جدا مع محمود عاشور، ايا كان هو اي فار ولا فار، الاثنين هيكملوا بعض وهيدوا صوره كويسه للتحكيم المصري، بجانب امين عمر بخبراته الكبيره جوه الملعب. اخترت اثنين مساعدين كبار، احمد حسام ومحمود ابو الرجال، يعني الطقم بنسبه كبيره جدا كان متوافق كله مع بعضه، وربنا في الاخر طلعت الصوره الجميله المشرفه اللي احنا بعد ما رجعنا اتفاجئنا، يعني حتى ما حدش قال لنا شكرا، ما حدش قال لنا الاداء كويس، لا قالوا لنا في مشكله ومش عارف. طب ايه هي المشكله؟ جاي لك للمشكله دلوقتي، يعني مش جاي لك لموضوع المشكله. كابتن ناصر، اربع ساعات عشان يختار حكم نهائي او طقم حكام النهائي. هو كان في حيره من امره، في حكام ثلاث في الاعلام ودول يعني صعب ان هم يبقوا متواجدين في المباراه، رغم ان اعتقد الحكم الرابع كان موجود في المباراه، صح محمد؟ الرابع والايفار. يعني احنا نتكلم، يعني كان المفترض طالما انت خدت قرار بعدم ظهور بعدم تعيين حكام ما كانش يجب انك انت تعين حكم رابع. الحاجه الثانيه اللي بتكلم فيها محمد، حكم الايفار، ودي مهمه جدا. ما كانش عندي حد ثاني، لو ما عندوش ما عنديش حد، ما انا رايح ناقص واحد اصلا، هعينه مين؟ دي مشكلتك يا محمد. هقول لك يا كابتن برضه عشان تبقى عارف. تسمح لي محمد، انا بحبك والله، بس يا كابتن انا النهارده طالع بحكام في سوبر مصر، ده مردوده بره عاليه جدا يا كابتن محمد. انت معايا يا محمد؟ يبقى انا المفروض النهارده لازم انا كرئيس لجنه الحكام بطلب طاقم التحكيم بالكامل، واخد كمان اثنين احتياطي، لان احنا قلنا التحكيم ده هو اللي بينجح البطوله، من غير تحكيم مفيش بطوله يا كابتن محمد. وانا هنا رئيس لجنه الحكام لابد قبل ما يطلع انا محتاج ستة حكام صفاره، محتاج مثلا ست حكام مساعدين كامل، اربعه فار لازم كامل ووافقوا عليه، يعني اخترنا خلاص مفيش مشكله. احنا فوجئنا قبل السفر بيومين بالظبط ان مساعد مش موجود اسمه خالد حسين من اسوان. فسالته جمال ليه؟ قال لي لا العدد ومش العدد. حتى سالته توته انت شلته ده ليه؟ اشمعنى ده؟ طب خالد حسين ده هقول لك على حاجه بقى محمد، من افضل من افضل المساعدين اللي موجودين، اولا راجل دكتور ومثقف مهندس ومثقف جدا وشاطر قوي قوي يا محمد. طب شلت ليه خالد حسين؟ ما انا جاي لك بقى في الكلام. ليه؟ 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 فقلت له طب ماشي، يعني طب انتوا شلتوا خالد حسين ليه؟ قال لي اصل ده كان اخر اسم، فاحنا شلنا اخر اسم. والله العظيم خالد حسين يا كابتن. طيب فانا طبعا انت في وقت توقيتنا طبعا انت محتاج تاشيره ومحتاج كلام، خلاص احنا مسافرين. كمان انه رايح البطوله. لا ما كانش اتبلغ رسمي. لا ما اتبلغش رسمي. فطبعا دايما تشال
فقال لي احنا كنا عاملين اتفاقيه مع الامارات قبل كده تبادل حكام، فقال لي خلاص اتصرفوا بقى هناك وخدوا. فكان قدامي حل من الاثنين، يا ما اروحش واسيب البطوله وممكن تطلع في الاخر اللي انت زي ما بيقولوا اللي انت ما تحملتش المسؤوليه، يا اروح واتحمل المسؤوليه واستنى لما ارجع اشوف في الاخر ايه اللي هيحصل. الكلام ده محمد حضرتك ما قلتوش ليه بعد ما رجعت من البطوله؟ ايه؟ ليه ما قلتش الكلام كابتن؟ ده كابتن انا في المنظومه انا بحاول بقدر الامكان، انا بشتغل. بعد اذنك، انت عانيت معاناه كثيره وانت معاناه فوق ما تتخيل، كان عليك ضغط كبير يعني. انا النهارده المباراه نجحت تمام، لازم انا اوضح للراي العام ان انا يا جماعه من ضمن كمان مطالبي كان الطاقم التحكيمي اللي كان بيبقى موجود معايا، الاتحاد ما ساعدنيش فيه، كان لازم توضح، لان انت وضحت بعد ما انت خرجت من اللجنه، ودي الجزئيه دايما اللي ودي مهمه يعني جدا وانا موجود لابد ان انا طالب واقول المسؤول، المسؤول فين المسؤول من الامكانيات دي، لان لازم الراي العام كابتن يعرف العيب فين. محمد في بريرا، في محمد سعيد، في ناصر عباس، في اتحاد الكره، لازم الراي العام انت تطلع توضح طول الكلام ده عشان ما تبقاش الامور النهارده محمد فاروق شايل كل الليله دافع الفاتوره كلها. لا محمد فاروق انا اشتغلت وتعبت، اتحاد الكره ما ساعدنيش، الكلام ده كان المفروض تقوله وانت موجود. طب بمناسبه دفع الفاتوره، لجنه الحكام، تسريب محادثات الفار واللي حصل في مباراه الزمالك والبنك الاهلي، دفعت فاتورتها بالفعل بعد قرار اتحاد الكره باقاله اللجنه؟ انا كمحمد فاروق انا مش انا برضه هرجع انا مستقيل من اللجنه تماما. فاهم خلاص، انا فاهم ده، بس لكن اللجنه كلها دفعت دفعت. ما دلوقتي انتوا بتقولوا في حدث حصل والحدث ده لازم يكون في 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 انسان متسبب في الكلام ده أكيد. سواء بقى من التحكيم او من بره التحكيم، في الاخر احنا عايزين نعرف مين. لكن ما تاخدوش قرار بلجنه فيها ناس اصلا ما كانتش موجوده في القاهره اصلا عشان تقولوا كان في تسريب ولا فيش تسريب. يا جماعه عايزين نشوف الحقيقه فين. مين اللي ما كانش في القاهره؟ ايوه، ما في ناس، واحد زي حمدي راضي ده كان ما كانش موجود اصلا، ده كان في اسيوط. اوكي يعني في ناس ما كانتش موجوده، محمد فرج ده بتاع الخماسي ما كانش موجود اصلا، ده في البحيره. يعني اصلا في ناس ما كانتش موجوده. حضرتك كنت مع استاذ جمال علام؟ كنت مع استاذ جمال علام. طيب هو السؤال بقى، في اجتماع فني وفي حاله جدليه وتسريب محادثه، ليه سبت كل ده كابتن فاروق وكنت قاعد مع استاذ جمال علام؟ ده السؤال اللي ما اتسالكش لغايه دلوقتي. في وسط الاحداث دي كنت مجتمع مع الاستاذ جمال علام ليه؟ لان انا خلاص كنت خدت قرار همشي. انا بتناقش معاه بقى في المشاكل، فين اللجنه يا استاذ جمال؟ احنا كده لا انت عملت لي لجنه ولا الكلام ده كله. حتى هو عشان يمتص الكلام ده عين سعيد عبد الغفار واحنا قاعدين. طب هنضيف سعيد عبد الغفار، فوجئنا بعدها ان سعيد ما نزلش حتى على فكلمته تاني يا استاذ جمال انت، قال لا مش هنجيب حد تاني خلاص.